Sun Central Park. Vado per scalata. طبعا سنترال بارك تعتبر من اقدم واعرق واكبر الحدائق في نيويورك وفي امريكا، يعني متكامل، فيها مزارع، فيها حديقة حيوان، فيها كل شيء. ممكن من الاشياء اللي شهرت سنترال بارك حادثة الاغتصاب. في حادثة اغتصاب صارت سووا عليها فيلم، كان في 4 عيال من الامريكان دول وصول الافريقية الافريكان امريكان كانوا يلعبون في الحديقة. هتسارع من كبر الحديقة سنترال بارك، ما تدري لو واحد يموت ما حد يبيعها. فذاك اليوم في بنت اغتصبت في نفس الليلة اللي كانوا يطلعون قاعدين يلعبون، وجوا واتهموهم، اتهموهم زور وكد، وجلس في السنة قرابة 14 سنة لحد ما جاء اللي سوى الجريمة وقال انا اللي سويت. طاوضوا قيمة 50 مليون دولار، ومشهورة، وتقدر تشوف هذا المسلسل في نتفلكس. هذا من اشياء يعني الاحداث التاريخيه اللي صارت في سنترال بارك تحت. شوف شوف الحديقه، بالدنيا يمين يسار فوق تحت. شكرا منهاج، ولع الجدول، ولع الجدول. درب واشنطن ان شاء الله. كيف بالله كانت رحلة نيويورك؟ والله حلوة نيويورك كانت، بس المشكلة السيارة لو ما انشالت ناخذ وين شحالك؟ والله يلا دفعت بلا، دفعت بلا والله. كم تقييمك؟ ايه نعطيها 9.5 من نيويورك، يعني مرة مرتفع التقييم. ايه ليش؟ ليش؟ انا اللي اكثر شيء يعني عجبني في التايم سكوير ما كان اللي هو زحمة، زحمة يعني واجد واجد ما يمديك تعمل. كانت الأمور سهالات، يعني مثلا أخذنا أكل ومدام نجلس على الكراسي وناكل وكذا هناك، فحلوة كانت. وانت قيمك يا قيمي مولع.